قول لي تعالى تعالى فيل، تعالى فيل كابتن اسامه. يمكن الفيل من احد نجوم الفرقه النهارده، لعيب مميز، لعيب هايل. لو تحت الكابتن اسامه حسني ليك والكابتن حشيش والكابتن بلال، النهارده مستواك هايل، بتزودها شويه نوعا ما، بس ماشي مش مشاكل خالص. في المجمل ادائك ممتاز ما شاء الله. الحمد لله. في الاول برحب بكابتن حشيش وكابتن اسامه حسني وكابتن احمد بلال، نجومنا كبار طبعا. يعني الحمد لله على الماتش وصفحه واتقفلت، نركز في الماتش اللي جاي والحمد لله. مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كابتن اسامه مستمر معايا، كابتن فتحي مبروك طبعا. معاك معي نجوم النادي الاهلي، ابدا بجول عاصم. عملت النهارده جيم هايل عاصم، ما شاء الله عليك، ويمكن حارس مرمى واعد للنادي الاهلي. ما شاء الله انت طول يا اهوت، ومواليد لسه 2001 نمسك الخشب. مليون مبروك النهارده فوزكم وادائك المميز النهارده. الله يبارك في حضرتك، وطبعا هو ده الطبيعي، الناس عارفه كده عننا الحمد لله. احنا النادي الاهلي متعودين ان احنا عندنا احسن واحسن، والحمد لله. يعني النهارده ماتش اي نعم ما كانش الاداء مش عاجبنا قوي، بس الحمد لله يعني عاجب كل الناس ويكفينا طبعا. وطبعا تحت اشراف كابتن احمد ابراهيم وكابتن اكرامي، طبعا هو اللي بيدينا البرنامج الاسبوعي، والحمد لله يعني بنشتغل والحمد لله بنعمل ربنا قدرنا عليه. مبروك عاصم. الله يبارك في حضرتك. كابتن احمد ابراهيم مدرب الحراس، يمكن مبروك النهارده تالق عاصم النهارده، ما شاء الله حارس واعد للنادي الاهلي. قول لي بقى كنت نصائحك النهارده للعاصم ايه؟ والله انا ببارك لهم على الفوز وعلى الاداء بتاع حارس المرمى عاصم النهارده، ادى اداء كويس وكان بيجول على المرمى في جميع الكرات، وكان بيوجه زمايله من خلف وهو الحمد لله هو وحمزه الاثنين بيأدوا اداء مميز الحمد لله. عاصم احنا كنا حافظين اداء بردك بيراميدز، بيلعبوا باللعيب ابراهيم من الجنب الشمال، وفي لعيب اسمه سيف من ناحيه اليمين، وبيلعبوا الكرات العرضيه واحنا كنا محفظينه. قعدنا الاسبوع عملنا الخريطه معاه هو وحمزه، والحمد لله وفق الحمد لله في كل الكور اللي جات له، ونشكر اللعيبه كلها على الاداء المميز النهارده. مبروك مبروك. الله يخليك. قول لي عمر، عمر متالق النهارده، والنهارده النادي الاهلي كالعادة بيفوز، كالعادة بيحافظ على القمة. قول لي شفت المباراة النهاردة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بالكابتن أسامة حسني والكابتن محمد حشيش والكابتن بلال في الاستوديو. احنا النهاردة الحمد لله طبعا النادي الأهلي مش غريب عليه الفوز وكده، والحمد لله درنا المباراة بشكل كويس، والكابتن أحمد سراج كان بيوجهنا في الملعب، وأنا يعني الحمد لله لسه راجع من الإصابة بقالي شهر ونص مريح وكده، ولسه أول ماتش بعد الإصابة، والحمد لله يعني شخصية النادي الأهلي في الملعب الحمد لله على الفوز يعني. مبروك. الله يبارك فيك. أحمد كوكا، احمد نبيل كوكا، صح كده اهوت، متالق النهارده كوكا، متالق النهارده في وسط الملعب النهارده، اهدائك هايل رزين، يمكن مستقبل النادي الاهلي في هذا المركز. حبيبي الحمد لله على المكسب النهارده، بشكر زمايلي وبشكر الجهاز الفني، الحمد لله مكسب مهم لينا، ده الطبيعي يعني الحمد لله، وبشكر زمايلي وان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك. ابو هاب نجم نجوم النادي الاهلي طبعا الهداف النهارده، ما جبتش اهداف وضيعت كور كتيره النهارده، يمكن فاروق خلص عليك النهارده بيعلق قال لك ضيع كتير. فاروق في مصر على فكره. مبروك. يعني انت ما هو فاروق اللي خربها، بس برحب، بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بالكابتن اسامه والكابتن مين الاول؟ انا من الاقصر. فرود قوي، وطبعا كابتن اسامه حسني وكابتن حشيش وكابتن بلال. طبعا انا برحب بيهم طبعا، وناس الاقصر كلهم بيسلموا على الناس في الاستوديو طبعا، وصوني اقول له سلمني على الكابتن حشيش والكابتن اسامه والكابتن احمد بلال، وانا بتعلم منهم ان هم الاثنين فراوده. حي بيقول لك كل تحيه من النادي الاهلي لكل اهل الاقصر. اهلا بيك يا كابتن اسامه، هم بيحيوك وبيسلموا عليك والله وبيحبوك والله. قول لي بتحب تبقى الاقصر بقى، احرجك على الهواء، مين اداؤه احسن ليك، بتشايفه مين، كابتن اسامه حسني ولا كابتن بلال؟ الاثنين الاثنين انت الاثنين بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كانوا هدافين جامدين يعني بسم الله ما شاء الله، والاثنين يعني بسم الله ما شاء الله الواحد بيتعلم منهم، والواحد ربنا يكرمه. يعني النهارده ما جبتش اهداف، بس الحمد لله على الاداء، اول ماتش من بعد كنت موقوف، فالحمد لله ربنا يكرمني في الجايه ان شاء الله، واهم حاجه 3 بونت، وربنا يكرمني في الجايه ان شاء الله. وعايز ادي تحيه طبعا لامي وابويا واخواتي وناسي وناس الاقصر طبعا، واصحابه والناس كلها طبعا، وناس البلد العنيره في القريه، وقرايبه وكل الناس يعني، واديهم تحيه يعني. تحيه، مليون تحيه ليه، ومليون مبروك، وباذن الله تكون مهاجم منتخب مصر قادم باذن الله. ربنا يخليكم، شكرا لي، شكرا ليكم وشكرا ليهم ان شاء الله باذن الله. مبروك. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا مع نجوم النادي الاهلي، مع مدير الفني، مع رئيس قطاع الناشئين. عوده ليك من جديد كابتن اسامه، اتفضل. شكرا.